السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بصحة تمام. النهاردة ان شاء الله هنعمل الهريسة، او في ناس بتقول عليها بسبوسة. مكونات اقتصادية وطريقة ناجحة 100%. البسبوسة تقريبا او الهريسة لها حوالي 100 طريقة. احنا هنختار طريقة كده سهلة ناجحة ومضمونة وتعجب الجميع. يلا بينا بقى. المقادير عندنا: نص كوباية سمنة، نص كوباية سكر، نص كوباية عسل، كوباية جوز الهند، كوباية مية، نص كيلو سميد، عندنا نص كوب سوداني للتزيين، وعندنا البولة اللي هنعمل فيها. أول حاجة هنعملها هننزل جوز الهند كله مع نص كوباية المية، ونحاول نقلب كده نشربه مع بعض. هنجيب السكر كمان، هننزل بالسكر وهندوبهم كويس. احنا ماشيين خطوة بخطوة عشان الكل يستفيد. خلاص كده طبعا هنجيب باقي المية، هنحطها هنا، ونجيب السمنة، وهنجيب العسل. هنقلبهم كويس. نضل ندوب فيهم لغاية لما العسل والسمنة والمية. طبعا احنا هنا جبنا جوز الهند، هنفض عليه السمنة السكر والمية، وهنحط السميد وهنقلب. طبعا انا فضيتها بصينية مقاس 26 وزينتها بالفول السوداني، وعلشان الفول السوداني ما يطلعش ساعة احنا ما نيجي نحط الشربات عليها بظهر المعلقة بنكبسه كده عشان يفوت جوه الخليط. طبعا احنا مشغلين الفرن من بدري، دلوقتي هنحطها في الفرن على درجة حرارة 170 رف اوسط. اول ما تيجي تستوي بتبان من على الحروف، وان شاء الله اول ما تستوي ونيجي نحط لها الشربات هوريها لكم. طبعا زي ما اتفقنا الشربات بيكون عبارة عن كوبايتين سكر وثلاث كوبايات مية. طبعا يا حبايبي الهريسة او البسبوسة جهزت اهي، خدت معايا تقريبا 35 دقيقة بالفرن. طبعا احنا هنحط لها الشربات، هيبقى دافي مش سخن، والصينية كمان بتكون هديت شوية من الفرن مش على طول. وبعدين زي ما انا قلت لكم كل ما كان الشغل في بالايد افضل بكتير. وكمان ان شاء الله هنحط لها الشربات وهنستنى عليها لما تهدى حوالي 4 ساعات او 6 ساعات. طبعا احنا هنفضي الشربات شوية بشوية عشان تشرب معانا ونعرف هي هتاخد قد ايه. وزي ما قلت لكم كمان مثلا السمنة مش شرط انها تكون مثلا سمنة بلدي، ممكن تستبدلوها عادي بالسمن النباتي. وعلشان تطعموها بنكهة السمنة البلدي لما تيجي تعملوا الشربات ابقوا حطوا معلقة سمنة بلدي.
طبعا يا حبايبي دي البسبوسة بعد ما هديت قطعتها ما شاء الله عليها شربة، الشربات بتاعتها وطرية ومرملة. ايوه ما شاء الله عليها بالهنا والشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.